فنانين رحلوا عنا في سنة 2018. الفنان رشيد طه. رشيد طه مغني راي جزائري من مواليد 1958، ولد في مدينة سيقة الواقعة غرب الجزائر. سافر رشيد مع والديه إلى فرنسا في عام 1968. غنى مع الشاب خالد والشاب فضيل في أشهر حفل أقيم في فرنسا، وحقق الحفل نجاحا كبيرا على مستوى الحضور والمبيعات. توفي في 12 سبتمبر عام 2018 بنوبة قلبية في باريس عن عمر ناهز 59 عاما. عمار معروف. ممثل جزائري، ولد بالجزائر العاصمة عام 1942. التحق بالمسرح الوطني بعد الاستقلال بسنتين، حيث كان يعشق المسرح. تمتد مسيرته الفنية إلى 54 عاما. بدأ مشواره الفني بالمسرح حيث تقاسم الخشبة مع الفنان الكبير الراحل رويشد في مسرحية البوابون، كما جسد أدوارا مهمة في العديد من الأعمال السينمائية، على رأسها الفيلم معركة الجزائر، وكذلك فيلم حسان طيرو وفيلم حسان الطاكسي وغيرها من الأفلام الناجحة. وكان للراحل تجربة درامية ثرية في التلفزيون الجزائري في العديد من المسلسلات، إلى جانب عدد من الممثلين الكبار على غرار الفنانة القديرة شافية بودرع وفريدة صابونجي وبهية راشدي. من أهم أعماله التلفزيونية مسلسل المصير بجزئيه لجمال فزاز، جروح الحياة لعمار تريباش، وقلوب في صراع، والامتحان الصعب للمرحوم نزيم قايدي. كما أقدم في تجربة إخراج مسرحية الفالطة بقلم عمر بادي عام 1998. توفي عمار معروف سنة 2018. محمد جديد. هو ممثل فكاهي جزائري معروف باسم حواري بوضو، ومن الممثلين الفكاهيين المشهورين بوهران الجزائر. ولد سنة 1968. وأفاد أن الراحل كان قد عاد بعد 10 أيام من فرنسا بعد رحلة علاج دامت لأشهر بسبب معاناته مع المرض. اشتهر الفنان محمد جديد خلال السنوات الأخيرة بسلسلة بوضو التي عرضها التلفزيون الجزائري في شهر رمضان الكريم بمختلف أجزائه في السنوات الأخيرة، وقبلها ضمن فرقة الكوميدية ثلاثي الأمجاد التي قدمت سكتشات فكاهية تم بثها خلال شهر رمضان لعدة سنوات. توفي الفنان الكوميدي محمد جديد المعروف في الوسط الفني باسم الهواري بوضو عن عمر ناهز 52 عاما بمستشفى إسطى في وهران في 15 أبريل 2018. المغني شاب الطاهر، واسمه الحقيقي شقلال الطاهر، مغني راي جزائري من مواليد 1960 بمدينة وهران، ويعد من أساطير الأغنية الراي رفقة الشاب خالد. استطع نجمه سنوات الثمانينات. توفي الشاب الطاهر في أوت 2018 بفرنسا عن عمر ناهز 58 عاما بعد صراع طويل مع مرض العضال على مستوى مستشفى سان جورج بباريس.